طالما أن عثمان على قيد الحياة فهذا العرش لن يكون لي ولن يكون لك يا توغاي. سوف أسمح لك بالعيش في هذا القبر الحجري مقابل الجنود الذين ستجعلهم تحت إمرتي. اتخذ قرارك. ستعاود المجيء. ستعاود المجيء إلي. سوف تعاود المجيء أيها اللامجيء. أخي ساعدني. ستعيش يا جيركوتاي. أنت أنقذت حياتي. ماذا بك؟ منذ أن أمسكنا بالمغولي وأنت قلق. في طفولتي كنا نتقفل الأثر. تذكرت حياتي في الغابة. تذكرت طفولتك؟ أم الأيام التي حاربت فيها مع بالغاي؟ لما تصمت؟ تلعت لسانك؟ لقد كبرت مع الثعالب. ثعالب برية ومتوحشة. الغابات تناديني. الأصوات في داخلي تقول لي تعال تعال إلينا يا جيركوتاي. هل ستذهب؟ إن جيركوتاي خدع الجميع فصدقي، ولكن لا أستطيع خداعك. ماذا تقصد؟ عندما انعكس ضوء البدر على سيفي لمع مثل ما تلمع عينيك، ولكن جيركوتاي اشتاق للغابات. هيا اذهب إذن. كيف تذهبين خلف توغاي دون علمي؟ هل مت يا ابنتي؟ لم تكن تستطيع اتخاذ قرار.
وأنتم كيف تسمحون بهذا؟ ابنتي الوحيدة قد قررت الذهاب خلفه بمفردها وأنتم لم تمنعونها عن هذا. هم لا ذنب لهم، أطاعوا أمري فقط. السيد عثمان أخفى أنه كان يلاحق توغاي، لهذا فعلت ما فعلته. أنا أظن أن السيد عثمان يعرف ما الذي يجب أن يخفيه يا ابنتي. هل هناك أثر لتوغاي؟ جنود السيد عثمان أسروا أحد جنوده وجلبوه إلى هنا. وبعد؟ لم يتكلم بعد. سيتكلم. حتى آلة العزف إن ضربت وترها بالشكل وبالشدة الصحيحة تخرج مكنوناتها. اجعلوا قسما من جنودنا القادمين يتموضعون في أرضنا، ولكن ليحرسوها جيدا، وأحضروا الآخرين إلى هنا. أمرك سيدي. سنقوم بعملنا بأنفسنا من الآن. سيدة ألاجة. أمرك سيدي. من الآن ستكونين عيني وأذني في القبيلة. لا تقلق يا سيدي، واعتمد علي. حسنا، والآن دعوني مع ابنتي. هيا. من يناسب هذا الخاتم إصبعه قتل الخائن الذي كان على وشك الاعتراف وسرب معلومات عن المجلس وسفك دماءنا. من الجيد أنك أخفيته. إن كان مقربا من عثمان فيمكن أن يرحمه، ولكن إن وجدناه نحن قبل عثمان سوف نحاسبه. أهناك أثر لصاحب هذا الخاتم؟ سيد دوندار، سيد دوندار، ما الذي يشغل بالك إلى هذه الدرجة؟ لما لا تتوقف عن الحركة؟ لم يكونوا بهذا القدر قط، لم يكونوا بهذا القدر أبداً. أعداء عثمان لم يكونوا كثراً هكذا. كثر أعداؤه من الخارج ومن الداخل أيضاً. ما الذي تقصدينه؟ ها، عندما تشعر امرأة بعدم الارتياح فحينها سيحل الويل بحال زوجها. كما تعلم من بعد ذلك سيصعب عليه أن يجد السلام. ومن الواضح أن السيدة مالهون قد أزعجت بالا جدا، وإن لم تكن اليوم تتمنى الموت للسيدة مالهون في خيمة العلاج فأنا لا أفهم أي شيء. هل أنت متأكدة؟ فتلك السيدة بالا. أيا من كانت، المرأة تبقى امرأة يا سيد دوندار. أنا أفضل من يعرف هذا ويفهمه. من الواضح أن هناك حيلاً في رأسك. جيد إذن، جيد،
جيد. هل تأذن لي يا سيد عمر؟ تفضل يا سيد عثمان. شرفتنا يا سيد عثمان. سيد عمر، أنتم ضيوف قبيلتنا ولهذا فالشرف لنا. تفضل يا سيد عثمان. آمل أن لا ينقصكم شيء. لا يوجد نقص وإنما زيادة. شكرا جزيلا لك، سلمت. شكرا لك. لكننا ننتظر خبرا منك عن الوغد الذي سفك دماءنا وأهان مجلسنا يا سيد عثمان. لا تقلقوا أبدا، سوف أحضر رؤوس توغاي وجنوده واحدا تلو الآخر. من الواضح أن لديك حساباً يا سيد عثمان. بالتأكيد لدي حساب، وحساب سيدفع بالدماء. متى يا سيد عثمان؟ متى؟ لقد لبينا دعوتك وأتينا إلى هذه المنطقة وكنا على وشك الموت أيضاً. متى؟ ذنب هذا في رقبتي، أنا سأحل الأمر، لا تقلقوا أبدا. نحن لا نقلق على أنفسنا يا سيد عثمان، وإنما على سلامة قبيلتنا. لم نسر في هذا الطريق لأجل أنفسنا، إنما لأجل نسلنا. أنا أعرف كيف وقفتم أمام جيخاتو، وأعرف إخلاصكم للأعراف. ولكن أنت تعلم ما الذي حصل عندما داست السيدة مالهون أمري وتصرفت. وأنا لا أقبل أن يحدث شيء على أرضي دون علمي. بعد إذنكم. إنها أرضك أنت ودعوتك أنت، ولكن قبيلتي هم شعبي أنا سيد عثمان. سيدة مالهون، لا تتركي والدك وحده. ابقي بجانبه. Thank you.
زبالة. لقد غفوت. إذن لقد تعبت اليوم. ليرضى الله عنك يا بالا. فليرضى الله عنك. لقد قدمت لضيوفنا كل ما يحتاجونه، واستضفتهم كما يليق باسمنا. عندما تفتخر بعملي أفرح. آه يا بالا، نحن نمر بأيام صعبة. كوننا سيدة وسيدة الكاي، ينتهي أحد امتحاناتنا ليبدأ الآخر. بالا، إن شكوت لي أو تكلمت في وجهي فأنا لن أغضب منك ولن ألومك. بلى، أريد منك أمرا آخر. أمرك يا سيدي. تفهميهم يا بلى، فلقد قبلوا دعوتنا وأتوا إلى هنا. هم ينتظرون وطنا، لكن منذ البداية استهدفهم أعداؤنا. بالتأكيد سيتذمرون، بالتأكيد سيشكون بنا، وقد يتدخلون في عملنا. بلى، نحن من رفعنا الراية، نحن من قلنا اجتمعوا تحتها، ولهذا علينا التصرف كالكبار. سوف نصبر وسنتحمل وسنهدأ وسنبدد الغيوم السوداء التي فوق قبيلة الكاي. سوف ننشر نورنا في جميع القبائل التركية. بالا، بالا، يا وردتي، أنت بأمان بين ذراعي. نامي هنا ولن يقترب منك أحد. عثمان ينتظر بجانبك. أنا مدين لك وسأسد ديني. هيا يا أخي. يا
اكتشفت انك لست خائنا. لا تطيق، وامشي امشي. جيركوتاي خدعني يا سيدي وقام بطعني، دين علي أن أجده وأجعله يدفع ثمن خيانته. لقد خاننا جميعا. جميعا. أردنا أن نصدقه أنه قد تاب وأسلم أيضا، وأنه سوف يعيش مثل الأتراك. لهذا خدعنا يا سيد بامسي. الآن فهمنا سبب معرفة الكفار لخطواتنا يا سيدي. كم شهيدا قدمنا بسبب ذلك الخائن؟ هل نظرت جيدا بني؟ أنت متأكد أنه كان جيركوتاي؟ سيد بامسي، لو كان لدي شك لما كنت سأتهمه. هل تسمح يا سيدي؟ تفضلي. هل رأيته جيدا يا جينجي؟ تكلمي يا أيغول، هل كنت تشكين به؟ لقد كبرت مع الثعالب، الغابة تناديني، الأصوات في داخلي تقول لي تعال، تعال إلينا يا جيركوتاي. جيركوتاي اشتاق للغابات. تكلم وكأنه يودعني. ماذا قال؟ تكلمي يا ابنتي. قال صديقي إنني خدعت الجميع، لكنني لم أخدع السيدة بامسي. لقد أحبك حقا يا سيدي. لماذا خاننا إذن؟ لماذا فعل هذا؟ لقد انتهى الكلام، سوف نجد الخائن ونعاقبه. وأنا أيضا سآتي يا سيدي. وأنا يا سيدي. هل تسمح لي؟ هيا. تصرفت كالمغول، لا تحزن هكذا. أخيرا وجدت منزلا لنفسي، لكنني خنت، لا يمكنني العودة، إن عدت سأقتل. انسى أمرهم، تعال معي، عد لمكانك، أنت مغولي، توغاي سوف يقبلك في جيشه.
سوف يشك بي. سأخبره بما فعلته وسأدافع عنك. هيا لنذهب إذن، فجيركوتاي جائع. أنت لا تشبع يا جيركوتاي. هيا هيا هيا. أنا لا أصدق ما فعله جيركوتاي، لقد جعلنا نحبه، بالأخص بوران. استمر برواية القصص له، كان صديقا جيدا لأيغول. أجل، إنها حزينة جدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أين السيد عثمان يا ترى؟ ليس في القبيلة. جيد، سأرى ذلك المغولي. توقفي قليلا. خيرا يا سيدة بالا. قولي يا سيدة مالهون، هل ستتصرفين على هواك؟ إن الوحيد الذي يعرف أين يكون توغاي هو المغولي ذاك يا سيدة بالا. أريد أن أفعل ما لم تستطيعوا فعله، سوف أجعله يتكلم. خيرا، أهناك شيء؟ لقد هرب. ما الذي تقولينه؟ تذكري من تكون من تحدقين بها. لو كان السيد عثمان هنا لكان هو من أخاطبه. ألا تستطيعون الاهتمام بأسير؟ أخبرنا، من هذا الذي معك؟ وكيف نجوت؟ أنقذني جيركوتاي وأخرجني من قبيلة عثمان. أخبرنا. أنا أحد قادة بالغاي جيركوتاي. مات بالغاي، لما لم تمت أنت؟ لم أعطي روحي لأرل خان لأنتقم من عثمان يا سيدي. أخبرنا. بايعت عثمان وخدعته. ولماذا جئت؟ عادته جاي الشامان الأسود، وقد عدت لخدمته وللقتال معه. وماذا تعرض على توغاي من أجل الانضمام إلينا؟ أكبر أعدائي جيخاتو سيتحدان. أعرف مكان خيمة السيد أمور. إن لم ندهس رأس الأفعى ستصبح أقوى. أشم رائحة الخيانة.
إن رائحة الخيانة تفوح منك أيها الجندي، فلماذا أصدقك؟ عثمان كان يصدقني ويثق بي. أنا لم أعطي روحي لكي أنتقم. أنا أنقذت سوجي من هناك، امنحني فرصة يا توغاي. سوف أفرغ غضبي به. إن كتب اقطعوا لسانه وافصلوا رأسه عن جسده، أعطوا جثته للغربان وأعطوا روحه لأرليك خان. إنه وقت الدم، 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 وقت الدم. هيا أسرع، ضع هذه في الخيمة. علينا أن نحاول عمل. هيا اجلبوا القش. أعطني هذا. هيا اجلب الأخشاب بسرعة. حاضر يا سيدي. أحضر لي المزيد. تعالي. سيدي، جيركوتاي محق، هناك قبيلة حديثة. استعدوا إذن.
تفعلين هنا؟ ظننتك ستموت. جيركوتاي لا يموت، جيركوتاي لا يموت أبدا. هيا أعطني. هيا هيا.